MashaAllah, la hawla wa la quwwata illa billahi laliyyil azim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay' wa bi quwwatika allati kaharta biha kulla shay' wa qaza laha kullu shay' wa zalla laha kullu shay' wa bi jabrutika allati galabta biha kulla shay' wa bi izzatika allati la yakumu laha shay' wa bi azmatika allati mala'at kulla shay' wa bi sultanika allazi ala kulla shay' wa bi wajhika albaqi ba'da fana'i kulla shay' wa bi asma'ika allati mala'at arkana kulli shay' wa bi ilmika allazi ahata bi kulli shay' wa bi nuri wajhika allazi aza'a lahu kullu shay' ya nuru ya quddus يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الاسم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفي بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خازن متزلل خاشه أم تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانيا وفي جميع الأحوال متوازيا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأزم فيما عندك رغبته اللهم أزم سلطانك وألا مكانك وخفي مكروك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من كبيه سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من إسار وقيته وكم من مكروه دفأته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم أزم بلائي وأفرط بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وكادت بي أغلالي وحبسني النفي بعد أعمالي وحدتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجحالتي وكسرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف زري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي
ولم أهترس في من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأده ولا ذلك القزاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قزاؤك والزمني حكمك وبلاؤك وقد آتيتك يا إلهي بعد تكسيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستكيلا مستغفرا منيبا مقرا مزئنا معترفا لا أجد مفرا من مكان مني ولا مفزحا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساتر رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة زري وفكني من شبد وساقي يا رب ارحم زعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف بالرقابي يا إلهي وسيدي وربي أتراك مؤذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وتقده زميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي حازيا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تزيى من ربيته أو تعبد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه قرت لأزمتك ساجدة ولا ألسن إنتك بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة ولا قلوب اعترفت بإلهيتك محققة ولا زمائر حوت من العلم بك حتى صارت كاشية ولا جوارح سعت إلى أوتان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مزئنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم زافي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بقاؤه كثير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور عليك أشكو ولما منها زج وابكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي يفوق فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا
لَئِن تَرَكْتَنِي نَاطِقًا لَأَزِيجَنَّ عَلَيْكَ بَيْنَ أَحْلِهَا زَجِيجَ الْآمِلِينَ وَلَا أَسْرُقَنَّ عَلَيْكَ صُرَاحَ الْمُسْتَسْرِكِينَ وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاكِدِينَ وَلَا أُنَادِيَنَّكَ أَيْنَ كُنْتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا غَايَةَ آمَالِ الْعَارِفِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجين فيها بمخالفته وزاك طعم ذابحا بمعصيته وحبس بين أتباكها بجرمه وجريرته وهو يزج عليك زجيج المعمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل عليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار وهو يامل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم زافه أم كيف يتكلكل بين أتباكها وأنت تعلم صدقه أم كيف فتزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك في تكه منها فتتركه فيها حيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبح لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أكتو لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقزيت به من إقلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا والسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتديا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل كبيه أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته وأخفيته أو أزهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي ما جواره وكنت أنت الرقيب علي من وراء والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أكفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فزلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي يا من بيده ناسيتي يا عليما بزري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من عليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب
قو على خدمتك جوارحه واشدد على الأزيمة جوانه وحبل الجد في كشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فقده واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأقصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وأتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجاه وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني أسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الراس ماله الرجاء وسلاه البكاء يا سابق النعم يا دافي النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أمت أهله صلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجه.